نعتبروها ضمير الحزب والمرأة الحديدية ديال الحزب، واللي هي العمدة ديال مراكش، واللي الناس ديال مراكش عطاوها المكانة أنها تقوا فيها المرة الثانية باش تكون العمدة ديال مراكش. اللي نقول لكم هو أن همها وخاف الوزارة، هم الأول والأخير هو مدينة مراكش. الحمد لله مع الإخوان اللي في القيادة ديال العمودية السي إدريسي والسي طريق والسليطين واحد المجموعة والسي أشرف، كلهم كيقوموا بالواجب حنا كحزب من أجل أنه نحققوا تنمية لهذه مدينة مراكش واللي هي عاصمة ديال الجهة. وهذه الجهة عندها قلت لكم وضع خاص، لأن هنا تأسس الحزب، حزب عصارة معصارة انطلق من هذه الجهة، والجهة الوحيدة في المغرب اللي عندنا فيها رئاسة الجهة عمودية والمجلس الإقليمي. الجهة الوحيدة اللي والحزب الوحيد كنظن قال أحرى حتى هما، ولكن الحزب الجهة الوحيدة اللي استطعنا نجيبوا فيها جوج النساء في لائحة البرلمان هي الجهة الوحيدة. جبناهم ماشي حنا اللي جبناهم، اللي جبناهم بالنضال ديالكم، جبناهم بالدعم ديالكم، وجبناهم بالمساندة ديالكم، واللي كنتمنوا عند الله أنه يكونوا عند حسن الظن ديالكم في تنفيذ المشاريع المقبلة للجهة والمدينة والإقليم ديال مراكش. بالنسبة للنساء خصو تعرفوا بأنه اللائحة الوحيدة اللي دوزات جوج قلت لكم في المغرب هي الجهة ديال مراكش، وغنطمعوا أنه إن شاء الله في 2016 نجيبوا جوج النساء. 26 بالنسبة 26 أنا شنو قلت؟ 26 راه قلت لي بدا بشي واحد آخر. 26 شحال غتكون هجرية؟ داكشي اللي قلت راه عيطوا لي كاين. السي عبد الرحمن الوافي رجع الله خفتي شي واحد يخرج غتحبس عليه الباب. الجهة الوحيدة اللي جبنا فيها جوج النساء، غير بالنسبة للنساء أنا كنتوجه للنساء لأنه مناضلات الحزب يناضلوا الحزب، راه ما عندناش امتياز لشي واحد اللي غادي ولا شي وحدة اللي غنديروها وكيلة اللائحة. اللي يبين النضال ديالو واجتهد ونضل راه هو اللي هي اللي غتكون وكيلة لائحة النساء المقبلة إن شاء الله. المرأة هو الجهة الوحيدة اللي عندنا فيها جوج النساء، عندنا عمودية، عندنا عمودية وحدة في المغرب، عندنا جوج عموديات، وعندنا عمودية لمرأة في المغرب هي عمدة ديال مراكش، وعندنا رئيسة جماعة وحدة اللي في المغرب اللي هي من إقليم مراكش وهي جماعة تسلطانت. رغم أول مرة كتاخذ التجربة فهي الحمد لله الآن كتحقق واحد النتائج جد مهمة، جماعة تسلطانت ومساعدة الجميع ديال الإخوان ديال الحزب. نحن ملي الان قمنا في مناحي التنظيميه في الحزب، قمنا واحد ما نطولش بزاف، قمنا بمجموعه قلنا ملي سالات انتخابات خصنا الهيكل التنظيم، الا ما كانش التنظيم ما كاينش حزب. ما غنجوش حتى 2026 واخا نجزو اللي جزنا، ما كانش عندنا تنظيم، ما كانش عندنا ارتباط، ما كانش عندنا تواصل ولقاءات مع المناضلين، ما غنجوش حتى الاخر وكل واحد وغادي ترشح علينا. بالعكس بغينا التواصل يكون، بغينا هادشي يكون. بذلك قمنا بتكوين الامانات المحليه اللي شرفوا عليهم السي اشرف والسي طارق والاخوان في جميع الامانات المحليه. اليوم حنا في العرس النهائي اللي هو انتخاب ديال الامين الاقليمي، واللي امين اقليمي اللي كان دبر هذه المرحله ديال المؤتمر السي اشرف واللي حقق نتائج جد مهمه اللي خصنا نلوهو بها ونشكروه. وكان مع السي طارق اللي هو الامين الجهوي المقبل واللي هو المشرف على التنظيم حاليا. الجهه ديال مراكش قلت بانه غادي انا في تنظيميا رتبتنا تقريبا سالينا جميع الاقاليم، غندوزو من بعد المؤتمرات الجهويه وغادي يكون عندنا مؤتمر جهوي يليق بجهه مراكش اسفي. ما غنتكلمش على ما نقوم به في انجازات جهه مراكش اسفي، الحمد لله عدة مشاريع سواء في إقليم مراكش، المنطقة الصناعية غادي ديرها الجهة هي غتكون في دمنصورت، عندنا قصر المؤتمرات، عندنا عند إصلاح مع السيد العمدة منطقة الصناعة ديال سيدي غانم، هناك عدة مشاريع زيادة على أنه العمدة غتكون عندها الفرصة على أنه تعطيكم ما تقوم به في إقليم وفي مدينة مراكش اللي هو شيء الكثير، ولا كنتمنوا على أنه هاد ست سنوات بينها دوك الأنفاق تتربي نجلسوا فيها ما يتمناه المراكشيين والمراكشيات ونكونوا عند حسن الظن ديالهم ان شاء الله. من الناحيه الحزبيه كتعرفوا ان المغرب كيعيش ازمه ماشي بوحدنا،
هاد الازمات ديال البنزين اللي طلع الثمن بزاف ماشي ومشكلة. انا اليوم تفاجأت انا في حقها البنزين وصل 17 18 البنزين والمازوت 15 واللي عنده موتور راه كيديروا 22 درهم والنسبة لاستعمال الدراجات راه في مراكش هو الاول في المغرب ان اكثر من 40% كيستعملوا الدراجات في مراكش اللي كيستعمل الطاكسيات والحافلات يلاه 6% 40% كيستعملوا وبالتالي مراكش مضرة بزاف من هذه الازمه. نتمنى من الله لانه هذه الازمه والحكومه تلقى حل هاد الحلول للتخفيف من هذه الازمه. الحكومه مدوا المجيء ديالها عندنا حنا سبعه الوزراء كيادوا المهام ديالهم على احسن ما يرام على راسهم السيده العمده وزيره الاسكان اللي كتقوم بالدوره في وزاره اللي كتشرف عليها ولا السيد مهدي بن سعيد ولا السيد الامين العام وهبي ولا الاخوات بجوج غيتا وليلى ولا السي ميراوي والسي يونس السكوري. الحمد لله كيقوموا بالواجب ديالهم في المكتب السياسي. نحن نقوم باجتماعات اسبوعيه من اجل تنزيل هذا الشيء ولكن راه بلا ما نعرفوا النبض ديال الشارع راه هو انتم وبالتالي ما يمكنش نعرفوا واش جرى الا ما كانش تنظيمات قويه. التنظيمات قويه ماشي غنديروا المؤتمر ونصوتوا على الامين الاقليمي ونشوف حالنا ما نتلاقاو حتى المؤتمر الجاي ولا ما نتلاقاو حتى الانتخابات الجايه. بغينا الامانات الاقليميه والامانات المحليه يبقاو يشتغلوا ونفتحوا ما نبقاوش غير بيناتنا نستقطبوا اطر جديده ونساء جداد وشباب جداد اللي يمكن نعطوا ديناميكيه جديده للحزب الاصل المعاصره خاصه في مدينه مراكش واقليم مراكش وجهه مراكش وشكرا.